يعني اولا انت قاعد بتشوف طلاب بالشوارع، جيل قاعد مع الاسف انه جيل، وكانه يعني في هناك منهجيه لتجهيل هذا الجيل، الجيل القادم، جيل الشعب الفلسطيني، جيل اللاجئين. مرضى كمان بحاجه لادويه، بحاجه لكثير من الخدمات، كمان مش لاقي وين تروح ولا عارفه وين تروح، فقر مدقع في داخل المخيم، نفايات بشكل كبير في داخل المخيم. هاي انعكاسات الاضراب او انعكاسات تعطيل اللي هو العاملين في وكاله الغوث داخل المخيم. شوف يعني اولا احنا بنتمنى على اتحاد العاملين انهم يفكوا هذا الاضراب، او يعني على الاقل يعلقوا هذا الاضراب لمصلحه هؤلاء الطلاب، لانه انا متاكد احنا والعاملين في وكاله الغوث بنتحدى قاعدين في اداره وكاله مع الاسف اداره خليني احكي موجهه سياسيا، موجهه للقضاء على قضايا اللاجئين، وهذا الحكي اللي احنا ما بدناش نوصل له. بالعكس الوكاله لازم تضلها تقدم خدمات، والوكاله لازم تضلها موجوده ولو اسما، شايف علي، مع اللاجئ الفلسطيني. فاحنا يعني نقف اولا مع حقوق العاملين، ثانيا احنا كمان يعني نتمنى من العاملين في الاتحاد والقائمين على الاتحاد تعليق هذا الاضراب لحد ما انه اللجنه التنفيذيه في منظمه التحرير زي ما تم الاتفاق في مخيم الجرزون توصل لحل مع وكاله الغوث، حل منصف للطرفين. لكن احنا نوقف ضد اتحاد العاملين، لا احنا مع اتحاد العاملين، بالعكس مع حقوق اتحاد العاملين ومع حقوق اطفالنا بنفسنا. احنا طبعا رسالتنا ان تطلق المخيم عسكر جديد حول موضوع سياسه الوكاله في تخليص خدماتها واستمرار اضراب اتحاد العاملين العرب اللي امتد لمده 4 أشهر. ليس هناك حاله تعليميه موجوده، حاله صحيه سيئه، كوارث بيئيه موجوده. احنا نطلق برسالتنا الواحده الموحده انه يجب انهاء حاله هذا الاضراب وانهاء هذه الكارثه، وان يكون هناك اتفاق تفاهم، وعلى إدارة الوكالة أن تلتزم بتعهداتها في خدمة اللاجئين، وأن يكون هناك اتفاق حتى ولو بالحد الأدنى لمطالب اتحاد العاملين. للشهر الرابع على التوالي تستمر الأزمة ما بين وكالة الغوث واتحاد العاملين فيها. منذ ذلك الوقت وإلى اليوم آلاف الطلبة لم يتوجهوا إلى مدارسهم، إضافة طبعا إلى نقص الخدمات الصحية والأمور المتعلقة بالنظافة وغيرها، وبالتالي مخيمات الضفة الغربية تعاني من أزمة حقيقية. الآراء كثيرة، وإن كان المطلب الرئيسي بضرورة الحفاظ على وكالة الغوث وبضرورة استمرار دعم وكالة الغوث حتى تواصل تقديم خدماتها، لكن بالمقابل هناك آراء تدعو إلى الوقوف مع اتحاد العاملين حتى تحقيق مطالبه النقابية. وما بين هذا الرأي وذاك يبقى اللاجئ الفلسطيني يقف بين الطرفين بانتظار الوصول إلى أزمة لهذا الإضراب. من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس لوكالة جي ميديا، سامر إخوين.